وللحديث عن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق حول الواقع المأساوي للرياضة العراقية وأيضا وفاة اللاعبين علي هادي وأحمد راضي، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور عبد الحميد، سلام الله عليكم. يعني بداية، ماذا تعني أو ماذا يعني وفاة لاعبين رياضيين لهما قيمتهما كعلي هادي وأحمد راضي بوباء كورونا، وبعد مناشدات بالاهتمام بهما جراء سوء أوضاع المستشفيات وعدم الاهتمام باللاعبين العراقيين؟ تفضل دكتور. نعم، شكرا لك وتحية لك والجميع المشاهدين الكرام. هي فعلا مأساة جديدة، وكما قلنا هي نموذج لتسليط الضوء على هذه المآسي العديدة والكبيرة في العراق التي يتعرض لها شعبنا منذ 17 عاما. هذا النموذجان هو فقط لبيان حجم المأساة التي تمر على العراق، وتوضح كيف أن قطاعات كثيرة من قطاعات الشعب العراقي قد تعرضت للإهمال ونتيجة الفساد ونتيجة ترك المال العام أو نهب المال العام من قبل هذه أحزاب السلطة وغيرها، فانعكس ذلك سلبا على كل قطاعات الشعب العراقي. القضية اليوم ولا سيما في هذا البيان الأخير هي تتعلق بهذين النموذجين، يعني وهما نجمان من نجوم الرياضة العراقية ولهما مكانة في قلوب العراقيين، وخاصة المرحوم أحمد راضي رحمه الله تعالى، لتاريخ طويل مر به العراقيون من فرح و شاركهم كثير من المواقف، وكذلك كان له أيضا مواقف مساندة لبعض آلام العراقيين خاصة في المدة الأخيرة، وكذا المرحوم النجم علي هادي وغيرهم. فهي كما قلنا تعكس حجم المأساة وحجم الإهمال لكثير من القطاعات بما فيها أو على رأسها الرياضة والشباب. دكتور، تعتقد أن الفساد ساهم بشكل مباشر، الفساد الحكومي، بوصول العراق إلى هذه المرحلة الحرجة من دمار خاصة في القطاع الصحي؟ لا شك، يعني الكل تابع أنه حجم الدمار بهذا القطاع، قطاع الصحة، منذ سنوات، طبعا ليس الآن، ولكن اليوم ونحن نمر بهذه الجائحة، جائحة كورونا، فقد مرت أو قد جاءت على العراق، والقاعدة الصحية في العراق هي منهارة جدا. ولذلك منذ مدة، طبعا نحن ربما منذ سنوات حذرنا من هذا الواقع المأساوي الصحي والذي انعكست آثاره على تفشي الأمراض في العديد من قطاعات أو من محافظات ومدن العراق، لكن خاصة اليوم أمام هذه الجائحة الكبيرة، يعني دول ربما اليوم تقف عاجزة أمام هذه الجائحة، أما العراق فمن العجيب أنه يستطيع أنه اليوم يواجه هذه الجائحة. ولذا رأينا أن هذه انعكاسها كانت على أو آثارها مثل ما رأينا. دكتور، الأحزاب في القطاع الرياضي هل أثر سلبا في هذا المجال تحديدا، وبالتالي تم إهمال هذه الثروات والخبرات الوطنية من لاعبين وفنيين وغيرهم؟ يعني مثلا اتحاد كرة القدم يتم تعيين من ترضى عليه الأحزاب في كرة القدم، وهم ربما يكون بعضهم غير مختص برياضة كرة القدم. طبعا كل القطاعات كما قلت قبل قليل، كل القطاعات أهملت، ولا سيما نحن نتكلم عن النهب العراقي، ليس فقط ثروات المادية وإنما ثروات البشرية، والعراق معروف أنه يتميز بثروته البشرية، وهذه الثروة البشرية التي أهملت سواء كانت ثروات من العلماء والأطباء وغيرهم وأساتذة الجامعات، وكذا في هذا القطاع، قطاع الرياضة، لدينا ثروة كبيرة. هذه الثروة حينما أهملت من قبل هذه الأحزاب الفاسدة أو أهملت في جانب، وفي جانب آخر تم المتاجرة بها واستغلالها أبشع استغلال، وتدخلت فيها الطائفية السياسية والمحاصصات الحزبية والسياسية والمقاعد وغيرها، في كلها هذه، لأنهم يرون كل القطاعات سواء كانت في كل مجال من مجالات الحياة يرونها منفذا من منافذ الفساد ومطمعا لهذه الأحزاب لتحقيق أحلامهم على حساب الشعب العراقي وأحلامه.
دكتور، عطفا على كلامكم، يعني حادثة وفاة علي هادي وأحمد راضي تركت أثرا في جميع جميع فئات الشعب العراقي، لكن هنا إلى أي مدى يحتاج العراق اليوم إلى القدوة للخلاص من واقعه وبالتالي الإصرار على التغيير الذي تطالب به تظاهرات الشباب في ساحات اعتصام ثورة تشرين؟ يعني نحن كما قلنا ربما وقدمنا هذه الحادثة هي تسلط الضوء على حجم المأساة الكبيرة، ولذا نحن لا نتكلم اليوم أو في هذا البيان عن هذه الجزئية بمعزل عن المآسي الكبيرة. لذا اليوم العراق يوما بعد آخر، ولكن اليوم نصل إلى نتيجة ما وصل إليه أو وصل إليه هؤلاء الشباب في ساحات التظاهر، أن الحلول لا يمكن أنه يكون هنالك حلول ترقيعية، لا بد من حلول جذرية لمعالجة أسس هذه المشاكل. هذه المشاكل التي ظهرت في إهمال هذا الجانب أو هذا القطاع أو ذاك هي آثار لعملية سياسية جعلت البلاد في مهب الريح وجعلت هذه الأحزاب تتسلط على كل شيء فيه، والآثار كما رأينا على الشعب العراقي في كل قطاعاته. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.